إبليس، شكون هو الشخص اللي نشر الصورة ديالك وانت عريان مع ميمي في الوقيتة اللي كنتي كتحرق فيها الحاضنة؟ وايت عيد صدمة سيبلوز يدخل إلى السجن بشكل كبير في سجن 5 سنوات. سيبلوز الآن في السجن بسبب ميمي. علاش سمحت ليا؟ الله يهدي الشباب خود النار. الله يهديه في هاد النار. استنى نشوف اش كيقول. يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم معنا واحد الضيف اللي كلشي باغي انني ندير مقابله معاه. المقابله ديال اليوم غادي تكون مع سيبليس. يلا كنت نايد من هنا فاش كان درت انترفيو مع واسيموس. ها هو انا الدراري وانا نايد من نعاس. ها هو ندير مقابله معاه. المقابله ديال اليوم غادي تكون مع سيبليس. كلشي بغيت ينزل التعاليق ورحب سيبليس. سيبليس واش عارف ان كاين مشاكل كبار في الشوب؟ والله ما نعرفها. ايوا انا دابا جبت لكم واحد السيد اللي كيشوبي. هذا السيد هو نور الدين اللي تيقى وكيشوبي عبر الاي دي طورون. شوبي في الوسط وميمي البار. جد لي راسك دابا الاسئله. اول سؤال غادي نبداو بها سيبليس، واش بصح مشيتي انت وميمي البار وسكرتو وتا واحد ما ساق الخبار؟ حتى حد ما عرف ولا واحد. اوه هاد ميمي ما صدقات سهله. قول ميمي حتى هي من النوع اللي كيضرب طاسه. سمعت بان ميمي كثرات تشرب بزاف وهي تبدا تغوت وجاو البوليس وداوكم. واش بصح هادشي سيبليس؟ ما عرفتش. ويه راه ضروري ما غاديش تعرف لانك كنتي سكران في ديك الوقيته. سيبليس سمعنا بانك حرقت الحاضنه لميمي. السؤال ديالنا كيف جاتك الحاضنه ديال ميمي؟ زوينه فهمتني. ويه راه ضروري ما غادي تكون زوينه. سيبليس نطلب انا كنت سكران في ديك الوقيته. سيبليس سمعنا بانك حرقت الحاضنه الميمي. السؤال ديالنا كيف جاتك الحاضنه ديال ميمي؟ زوينه فهمتني. ويه راه ضروري ما غادي تكون زوينه. زوينه فهمتني. سؤال انا ريكي كنهضر. زوينه فهمتني. وينه سيبليس نطلبك واحد الطلب. هاد المره ملي تبغي تحرق الميمي الحاضنه صور لي الحاضنه ديالها لانني سمعت مؤخرا بان ميمي كدير الماكياج حتى الحاضنه ديالها. المهم تصور لي الحاضنه ديالها باش نتاكد من هاد المعلوم. الحاضنه ديال ميمي حتى انا جربتها ليا. فين بلاصه حرقتي الميمي الحاضنه؟ مدينه الناظور. ايوا ملي حرقتي لها الحاضنه هاد المعلومه قول لي فين بلاصه حرقتي الميمي الحاضنه؟ مدينه الناظور. ايوا ملي حرقتي لها الحاضنه في مدينه الناظور اشنو بقيتو كديرو؟ يعني فاتت الوقت كانت شي 6 د الصباح ولا 5 كنا نلعب ديك اللعبه امونغ اس. اوه هاد الحرام انت كاع ما بغيت تسالي من هاد اللعب. ولا عيالك ديكلو ما بقيتيش قادر تضرب. سمعت بان بوشة مفرمة طلبت منك الزواج ولكن انت رفضتي وقلتي بان بوشة ما عندهاش سنان. يعني بعبارة اخرى بوشة مفرمة. اشنو تقول في هادشي يا سيبليس؟ يعني نقول لهم يعني انا يعني الشخصية ديالي ما تسمحش يعني اني نكون مع بنت بحال يعني بحال هكا. واش بصح بوشة مفرمة طلباتك وقالت لك صيفط ليا فوكال تتغني فيه وانت العاود ما تصيفط ليها فوكال تتغني فيه صيفطتي لها فوكال تتحزق فيه؟ انا كندير شي حاجة كنسى فهمتني. قلت نسيت. نموت انت نموت يا ربي. طلباتك وقالت لك صيفط ليا فوكال تتغني فيه وانت العاود ما تصيفط لها فوكال تتغني فيه صيفطتي لها فوكال تتحزق فيه. انا كندير شي حاجه كنسى فهمتني. قلت نسيتي هادشي. ايوا انا فكرتك فيه. واش مازال يكون عندك الفوكال اللي حزقتي فيه؟ يمكن عندي ولكن ما تذكرش بالضبط. ايوا راه خاصك تفكر باش تذكر. كندير شي حاجه ما كنساها.
يمكن عندي ولكن ما تذكرش بالضبط. ايوا راه خاصك تفكر باش تذكر. خاصني نفكر. وايت هو مول الفعله. ايوا ملي سمعتي وايت دار هذا الشيء اشنو قلتي لي؟ قلت لي يعني ما راجلش عادي هادي علاش دير هكا. وقال لي يعني في الاول قال لي ماشي انا ولكن يعني ما تاخذش صافي بلوك. المهم تلنا غادي نكمل الفيديو مع سيبليس. بغيت اي واحد يشوف هذا الفيديو يبارطاجي، وبغيت اي واحد يشوف هذا الفيديو يحيد ابوني ويرد وضروري يفعل الجرس. أخلاق الله وليل حبيل حبيل عرب ويس ويس الله وليل اتفرز يلا ادخل في اللعبة اللايف ديالك تفرز فيه ادخل امس طيب حق الله ماشي هدف كي ياخد كي سميتو